القناة دي حققت حوالي 60 مليون مشاهدة وتخطت ال 100,000 دولار شهريا بشكل تقريبي. والظريف ان القناة دي معمولة من شهور قريبة جدا، يمكن شهرين تقريبا، ولكن كمية المشاهدات مهولة. المفاجأة، لقيت كنز جديد من جوجل بالصدفة، هو انك تقدر تعمل فيديو بفيديو 3 بشكل مجاني من جوه ويسك الخاصة بتوليد الصور. مش بس كده، تقدر تعمل ده كمان من داخل جوجل AI Studio، وكمان من خلال فلو. يعني بحسبة بسيطة هتلاقي كل حساب جوجل عندك يقدر يعمل له حوالي 20 فيديو بشكل مجاني بدون فيزا وبدون VPN. وانا شغال على احد مشاريعي الخاصة لاحد العملاء، اكتشفت بالصدفة من داخل ويسك التابع لجوجل، واللي احنا عارفين ان هدفه توليد الصور باستخدام صور مرجعية لشخصيات ثابتة واماكن وستايلات ثابتة. والظريف انه بقى متاح من غير VPN. ويسك بقى بيشتغل من غير VPN، وبرضو عارفين انه بيحول الصور دي لفيديوهات بس بموديل فيو 2. فالغريب بقى اني لما جربت احول من صورة الفيديو وديت له كلمة اكشن، لقيت الفيديو بيطلع بصوت. As a nurse, how can you help this boy overcome his disease? ومش مرة واحدة بس، ده الموضوع اتكرر في معظم الفيديوهات. The tests show it's a minor infection. فده خلاني اشك زيك بالظبط، وقلت اكيد اللي في دماغي حصل. ومن هنا بقى حبيت اجرب حاجة مجنونة. عملت امر فيو 3 لصورة كنت مستخرجها عشان اجرب بنفسي واشوف اذا كان فيو 3 متاح ولا لا. فدخلت على الموقع ده وديت له امر توليد الصورة، كان امر بسيط جدا، ودي كانت الصورة المبدئية اللي طلعت. الامر اللي عملته كان مبسط، فلقيته طلع لي امر تفصيلي اكتر، وبالامر ده استخرجت الصورة دي. فدخلت بعدها على نفس الموقع وديت له نفس امر توليد الصورة، لكني ضفت له الجملة دي وقلت له اني عايز الشخص يتكلم بالعامية المصرية ويقول الجملة دي، وسبت له اللي انا محتاج الافاتار يقوله. فادالي الامر التفصيلي ده، والجميل انه بصيغة جيسون اللي هي من افضل الطرق لاستخراج الفيديوهات بفيديو 3. انا بصراحة شكيت انه صعب اللي في دماغي يكون حقيقي، ولكن المفاجأة ان الامر اشتغل والنتيجة زي ما انا حبيت بالظبط. ما تنساش اللايك والاشتراك لانه بيساعد وبيدنا دفعة، وخصوصا تعليقاتكم الجميلة. فعملت من هنا بقى انيميت كده وديت له الامر اللي انا اخدته ده. كان ممكن بس اغير فيه حاجة واحدة كمان، وهي اللغة عشان اتأكد انها 100% هتبقى صح. فمن هنا بقى قلت لازم اشارككم الخبر الجميل ده. مش بس كده، لما دخلت على جوجل AI Studio لقيت ان جوجل مستمرة في توزيع الكنوز، واتاحت فيو 3 من داخل جوجل AI Studio نفسه، وتقدر تولد 10 فيديوهات. فلو هنعمل نفس فيديوهات القناة دي بطريقة مبسطة بس عشان الشرح، ولو عايزين الموضوع يبقى بتفصيل اكتر عرفوني اعمل لكم فيديو عليه. اول حاجة دخلت على البوبلر هنا وعملت تحديد لاهم الفيديوهات بالطريقة دي، عملت كوبي، عملت كنترول سي، وبعدها دخلت على شات جي بي تي وديت له كل الكلام ده، وطلبت منه ان يقوم يرتب لي العناوين بس. بعد كده انا جهزت لكم مجموعه من الاوامر تقدر تستخدمها على طول. فاخدت بقى الامر ده في نفس الشات اللي كنت بستخدمه، ضفت له بس هنا عدد العناوين اللي انا عايزه يعمل لي زيها، وليكن مثلا 10. بعدها بقى دخلت على الامر الثاني عشان يعمل لي القصه، ونسخت الامر ده كده بالكامل نفس المحادثه. حددت هنا عدد الدقائق اللي عايزه يعملها، قلت له مثلا وليكن دقيقه واحده عشان نجرب الفيديو. حدد الدقائق اللي انت عايزها، كل ما كان الفيديو اطول كل ما كان افضل. هحدد هنا بس مجرد 10 مشاهد في الدقيقه دي. بعد كده نعمل جنريت من هنا. بعدها على طول بقى عشان اعمل اوامر الفيديوهات اديت له الامر، اديت له الامر اللي بعد كده، فلقيته عمل لي الاوامر دي. اقدر زي ما عملت الاول اخد الامر ده واخليه امر تفصيلي الموقع ده لكل امر فيهم، نفس الخطوات دي كده. وفعلا انا عملت كده عشان يديني اوامر تفصيليه اكتر. اقدر اخد الامر ده كده وادخل بيه على ويسك عشان استخرج الصوره، او اخد الامر ده على طول واولد عن طريق فلو. انا هجرب الاثنين، هعمل عن طريق فلو الاول، اختار مشروع جديد من هنا. تقدر من هنا تحول من صوره الفيديو، من نص الفيديو او من اطار الفيديو او من مكونات الفيديو. انا محتاج احول من نص الفيديو، لو عندي صوره بقدر استخدم ده. بس خلينا نحول الاول من نص الى فيديو. بدي له بقى النص ده كده وبعمل جنريت. من هنا مختار افتراضيا انه يختار لي نتيجه واحده وفيديو 3 فاست عشان اطلع اكبر قدر من الفيديوهات. خدت برضو الامر ده كده ودخلت بيه على ويسك،
دخلت بيه هنا على ويسك وعملت جنريت. بعد ما اخترت الابعاد لاندسكيب 16:9 فجاب لي الصوره دي. اقدر من هنا احركها على طول اعمل انيميت واديله نفس الامر التفصيلي بتاع فيو وهلاقي عمل لي تحريك على طول. كانت دي النتيجه. وبرده من جوجل اي اي ستوديو دخلت على الموقع بعد ما بحثت عليه وعملت جيت ستارتد من هنا، سجلت بالايميل بتاعي. لما دخلت على جنريت ميديا من خلال فيو لقيت عندي هنا فيو 2 بس، لكن في عندي ايميل تاني ظهر لي فيه فيو 3 اهو. ادي الايميل ده لو دخلت عليه كده من خلال فيو هلاقي عندي هنا فيو 3 فاست، بلاقي ان هو بيتيح لي 10 فيديوهات استخدمهم من هنا. كانت دي النتيجه. وبكده يبقى عندك 100 كريدت على فلو، يعني 5 فيديوهات نشوف استخدمتها ازاي من هنا في الفيديو ده، وخمس فيديوهات كمان على ويسك، وكمان 10 على جوجل ستوديو. يعني زي ما تكون جوجل بتضحي فعلا وبتشجع الناس انها تجرب ادواتها وتستخدمها بشكل مجاني. وده خلاني افكر ان ده يعتبر العصر الذهبي والمناسب لانشاء المحتوى، مش اي محتوى، محتوى مربح جدا بالذكاء الاصطناعي زي القناة اللي قدامكم دي، وقنوات كتير جدا هنذكرها بعدين. متنساش تتابعني لاني هتكلم عن كل ما يخص الربح من ادوات الذكاء الاصطناعي وخصوصا صناعة الفيديوهات والربح من يوتيوب لا مؤقت القاء ده ان شاء الله.